يمكن النهاردة يوم من الأيام المهمة جدا في كل البيوت المصرية، لأن النهاردة هو أول يوم في امتحانات الثانوية العامة. أكيد كل بيت عنده طالب في الثانوية العامة، يعني بيبقى كمان في البيت حالة من التوتر، حالة من القلق، وده أمر طبيعي وارد جدا. لكن المفروض أن يبقى في الوقت ده الأسرة بتساعد الطالب، بتساعده على أنه هو يذاكر في أجواء من الراحة النفسية والهدوء علشان يقدر يحافظ على التركيز في فترة الامتحانات، وبالتالي يقدر اللي هو يعني يحصل أكبر قدر ممكن من المعلومات اللي هتفيده في الامتحان. صحيح يا عبد الصمد، وأعتقد أنه الأجيال اللي موجودة دلوقتي فهمت أن الموضوع مش ثانوية عامة بس. ثانوية عامة مرحلة مهمة في حياة أي طالب، لكن الموضوع حياة جاية بعد الثانوية العامة. يبقى أنه الأهالي هي اللي تكون أهدى وتبطل حالة التوتر والقلق اللي بتبقى حاصلة بسبب الامتحانات، لأنه ده بيضغط عليهم وعلى البيت كله بكل تأكيد، سواء اللي في ثانوية عامة أو الطالب حتى اللي مش في ثانوية عامة. لكن الحقيقة أنه يعني مهم جدا كمان أننا نقلل شوية من فكرة الضغط اللي بيكون على الطالب اللي موجود وبيمتحن ثانوية عامة. يعني نقدر شوية أن احنا نساعده بأنه نكون أهدى، كلنا نكون أهدى حواليه، نقلل مسألة يعني الأسئلة بقى ذاكرت راجعت. هو بيكون إلى حد ما خلاص وصل لمرحلة الامتحانات، أكيد كل اللي حصله يعني خلال السنة هو ده اللي هيقدر أنه يستوعب أكتر ويعني يجاوبه في الامتحان، مش اللي هيتذاكر اليومين بتوع الامتحان. فنكون أهدى اليومين بتوع الامتحان، ونحاول كمان أن احنا يعني نقنع الطالب طول الوقت أنه مش مطلوب منه أكتر من اللي هو عمله طول السنة. هو اجتهد وعمل اللي عليه والباقي بتاع ربنا. إن شاء الله فترة الامتحانات تمر على خير على كل الأسر المصرية. عجبني أوي هدير أنت قلتي جملة كده في النص، أن المسألة مش ثانوية عامة، المسألة حياة ما بعد الثانوية العامة، وبالتالي لازم نخفف توتر ونخفف الضغوطات اللي موجودة، لأن أصبح دلوقتي ما فيش حاجة اسمها كلية قمة. خلاص إحنا اللي بنصنع القمة في أي مكان بنتواجد فيه من خلال العمل، وأنا عاوز أكون موجود إيه وليه دخلت الكلية دي وإيه اللي هحققه من بعدها. لكن ضروري جدا كمان اللي إحنا نبطل السلوكيات اللي ممكن ما تكونش في صالح الطالب ولا في صالح العملية التعليمية ككل كمان بشكل عام، لأن للأسف لحد دلوقتي بنشوف بعض أولياء الأمور اللي بيكونوا متواجدين أمام اللجان، وده ممكن بيشكل نوع من أنواع الضغط على الطالب في الامتحانات وبيجيب نتيجة عكسية. يعني إيه سبب وجودك قدام اللجنة علشان قول لي بقى بسرعة حليت السؤال ده؟ ما هو حل خلاص، يعني صحيح. أنا هقف أستنى لي وراجع وأحطه تحت ضغط، ولو هو حل غلط فأطلع هقول لبابا أنا حليت، أو ماما اللي واقفه بره أنا حليت ده صح ولا خلاص، أنت اللي اتعمل اتعمل فوق، نركز في المادة اللي بعدها. صحيح، هم يمكن بيبقوا جايين عايزين يطمنوا، لكن مسألة التجمعات برضو قدام المدارس بتشكل ضغط مش بس على ابنك أو ابن حضرتك، بشكل ضغط على الكل. ويمكن يعني بعض أولياء الأمور مش بس بيبقى جاي علشان يطمن على الامتحان، لأ عايز مثلا يروح ابنه، فممكن يكونوا متواجدين بعيد شوية عن أبواب المدارس. وأحيانا كمان بيكون يعني نوع من أنواع المكافأة كده، أنه باباك أو مامتك يوصلوك بعد الامتحان، يمكن في أكلة حلوة بعد الامتحان، يمكن في خروجة حلوة بعد الامتحان، أجواء كده تخليهم مرتاحين نفسيا وهم داخلين يعني يمتحنوا ويركزوا أكتر في المراجعة وينظموا وقتهم ويقدروا أنهم يحصلوا كويس. إن شاء الله كمان النهاردة هنتابع مع حضراتكم على مدار الحلقة سير العملية الامتحانية في عدد من اللجان. بالتوفيق لكل الطلاب اللي بيمتحنوا، ربنا يوفقكم بإذن الله. صباح لحضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.